حسناً لنفعلها. هيا لنبدأ، سيكون هذا أفضل مقطع لنا. يا للهول، شيء يحدث لنا. ماذا؟ أين نحن؟ يا إلهي، متى أصبح شعري طويلاً وبني اللون؟ هذا مستحيل. يا له من يوم. أخفتك، هل تضعين مكياجاً على وجهي؟ لا لا لا، لا يمكن أن أبدو هكذا. اجلس، يجب أن أعدل شكلي. أقصد شكلك. ماذا تفعلين؟ أبدو جيداً. الشكل الجيد لا يكفي، يجب أن تبدو بشكل أفضل. شاهد هذا الفيديو حول رسم الكونتور. أترى ما أعني؟ جربه. حسناً، لا مفر من الأمر، لن يضرني هذا الشيء. حسناً، يبدو أني أحتاج هذا المكياج. أظن أنه يجب البدء بهذا الشيء. لكم من الوقت ستظل عالقة في جسمك؟ أفتقد شعري طويل كثيراً. هل انتهيت؟ سأتحقق من تقدمك. مفاجأة! اتبعت الفيديو بحذافيري حسب طلبك. لقد حولت وجهي الجميل إلى كارثة. يجب أن نزيل المكياج حالاً. أظن أنه يبدو جيداً. حسناً، حان وقت التنظيف. لابد أنك تمزحين معي. لا تتحرك واجلس، سأصلح كل شيء. توقفي، لقد وضعت المكياج للتو. أجل، مكياج مهرج، لن أسمح لك بإفساد سمعتي هكذا. هذا أفضل بكثير، حان وقت إزدال شعرك. حسناً، يبدو جميلاً، تحية باليد. يا إلهي، هيا لنذهب. لا لا، لن تغادر المنزل بهذا اللباس، استدر حتى أراك. أجل، كنت محقة، لن ينفع. ماذا عن الأرجواني؟ أو ربما البرتقالي؟ لا. يا مستحيل. هذا الشيء غبي، أبعديه عني. لابد أن هناك شيئا يمكن فعله بشأن مظهرك. كلا كلا، لا مستحيل، لا. لا أريد هذه الزهور الغبية. هدئ أعصابك، لكن لنواصل. لماذا هذا صابون جدا معك؟ هذا يعجبني، خذي. تبا، لماذا أخفيت قفازي الملاكمة؟ توقفي، هذا يكفي، سأغادر الآن. في الواقع تحتاج شيئا واحدا. حسناً، سأرتديهما. يا إلهي، أنا أسقط، النجدة. أنقذوني، لا أستطيع التوقف. هذا فظيع، الوضع خارج السيطرة. أمسك المصباح بي. أنا على الأرض، أخيراً. حسناً، ربما هذا الحذاء الرياضي أفضل. هذا الشعر كثير، إنه في كل مكان. حان وقت تدليل نفسي. حواجب نيك كثيفة، يجب أن أعدل حاجبيه. حان وقت النتف، الوضع غير مقبول. الوردي اللون المفضل، سيساعد قناع الوجه في تصغير مسام وجهه. لا أظن أن اعتنى بعينيه في حياته. تحتاج بشرته إلى بعض الترطيب. انظروا لكل هذا الشعر، كما لو أنه غوريلا. مقزز، ما هذا؟ هناك شعر كثير في البالوعة. يا إلهي، أحتاج إلى الكثير من كريم الحلاقة. حان وقت الحلاقة. ما قصة كل هذا الشعر يا؟ اهدأ. ماذا تفعلين بي؟ أدللك قليلاً. لا تحلقي ساقي. إن حلقت ساقي سأقص شعرك. لن تتجرأ. ها
حقاً؟ جربي. ودعي شعرك الطويل. ضعي المقص على الأرض. حسناً حسناً، يجب أن نهدأ. لنضع المقص وشفرة الحلاقة على الأرض. حسناً حسناً، لا تقص شعري. سنقوم بذلك سوية من باب العدل. وضعت الشفرة على الأرض. مهلاً، ماذا تفعل؟ أقص شعرك. أوه، يا ويلي، يجب أن أهرب. نيك، توقف عن اللعب بالمصباح. حسناً، أظن أنه غريب الشكل. أوه، وصل النادل. سأخبره أننا جاهزين للطلب. حسناً، ماذا سأطلب؟ سأطلب طبق السمك مع مقبلات الدجاج. لا أصدق أنه يطلب كل هذه الأطباق. هل يمكنني الحصول على بصل إضافي؟ إنه يطلب كل قائمة الطعام. أريد طبق المقبلات أيضاً. أنت تفسد حميتي التي تعبت عليها. دعني أرى. أريد طبق السلطة فقط. أوه، كانت وجبة دسمة. هل يوجد طعام على أسناني؟ هذا البصل لذيذ. أوه، إنها جولي. يا إلهي، تبدو رائعة اليوم. تعجبني مشيتها. أوه لا، رائحة نفسك البصل. أحتاج لحلوى نعناع أو علكة، أي شيء. السلطة هنا لذيذة. تعلم؟ أظن أني شبعت. يا إلهي، لقد ألبستني سلسلة من اللؤلؤ. غطيها، غطي اللآلئ. حسناً. أهلاً هانا، أهلاً نيك. أهلاً يا جميلة، أعني جولي، لباسك جميل. واو، لماذا ترتدي كل هذه المناديل يا نيك؟ تبدين رائعة اليوم. حسناً، أراكم لاحقاً. لقد قبلتني جوليا، قبلتني. هدئ أعصابك، لم تقصد أي شيء. تمالك نفسك. هذا سخيف، ظنت أنها تقبلني. من الأولاد. الجو مثالي للتمرن. ماذا تفعلين؟ ماذا؟ ما المشكلة؟ هل أعجبك لبسي؟ كلا، مستحيل، لن ترتدي هذا في مكان عام. إنه قلق بشأن إفسادي لسمعته. حسناً، غيرت لبسي كما تريد. ليس رائعاً، لكنه مقبول. حسناً، لنبدأ التمرن. الجري تمرين إحماء جيد. ماذا؟ ماذا تفعل؟ لماذا ترفرف بذراعيها هكذا؟ سأركض في الاتجاه الآخر بسرعة. حسناً، حان وقت تمرين ساقي. سأحاول تحطيم رقمي القياسي في ركل الكرة. أمسكتها، أمسكتها. توقف عن ضربي بها. هل تفعل ذلك متعمداً؟ أوه، تلك الضربة مؤلمة. هانا، هانا، هل أنت بخير؟ ساعدني. سأربح هذه الجولة أخيراً. انظر، نشرت مقطع تيك توك. كنا منسجمين في الرقصة قبل أن يراودنا ذلك الشعور الغريب. لا، عاد ذلك الشعور الغريب. هل عدنا لأجسامنا؟ أجل، جسمي، افتقدتك كثيراً. يا إلهي، نيك، توقف. هل سترضى بتبديل جسمك لو أتيح لك الخيار؟ أخبرنا في قسم التعليقات. ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب لتشاهد المزيد من الفيديوهات المذهلة.